السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. نكمل قواعد اللغة العربية للصف السادس ابتدائي. وصلنا إلى موضوع المبتدأ والخبر. أخذنا موضوع المبتدأ والخبر في الصف الخامس، وعرفنا أنه الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم، وهذا الاسم هو المبتدأ ويجي بعد الخبر. هنا لما أعطينا هذه الأمثلة، العلم خير من المال، عندنا هذه جملة اسمية تبدأ باسم، هذا الاسم هو اسم معرفة معرف بال، هذا الاسم هنا هو مبتدأ ويجي بعد الخبر. هنا إذا قلنا العلم وسكتنا ما راح نفهم الجملة، إذا هذا المبتدأ هو يحتاج إلى خبر حتى نفهم الجملة. العلم خير من المال، هنا عندنا خير وإجت الخبر أخبرتنا عن المبتدأ، فأصبحت الجملة واضحة المعنى. إذن المبتدأ يحتاج إلى خبر حتى يكون الجملة مفيدة، والخبر يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، هذه قاعدة أخذناها في الصف الخامس، إن المبتدأ والخبر مرفوع بالضمة. هنا في الصف السادس رح نأخذ علامات إعرابية للمبتدأ والخبر، وهي الضمة إذا كان مفرد، مثل هنا العلم خير من المال، هنا الضمة لأنه مفرد، وكذلك الضمة إذا كان جمع مؤنث سالم. يعني شنو جمع مؤنث سالم؟ يعني جمع إناث، جمع إناث، جمع بنات. هنا العلامة الإعرابية كذلك الضمة. الأمهات عطوفات على أولادهن، هنا عندنا الأمهات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن العلامة الإعرابية الأولى هي الضمة إذا كان مفرد، وإذا كان جمع مؤنث سالم بتكون علامة الإعرابية الضمة. أما إذا كان مثنى مثل هذا المثال الزوجان سعيدان، الزوجان سعيدان العلامة الإعرابية هي الألف. إذا كان مثنى العلامة الإعرابية الألف، هنا عندنا الزوجان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. صار واضح؟ عندنا هنا الزوجان سعيدان جملة اسمية تبدأ باسم، هذا الاسم معرفة، إذن هذا شنو؟ مبتدأ يحتاج إلى خبر. هنا عندنا سعيدان خبر، هذه جملة تتكون من مبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، هنا نبي من مرفوعان إذا كان مثنى مرفوعان بالألف. صار واضح؟ عندنا هنا الزوجان سعيدان، هنا عندنا كسرة تحت النون، هذه الكسرة ما لنا علاقة بها، هذه الكسرة تخص النون. هنا عندنا العلامة الإعرابية للمبتدأ والخبر هي الألف لأنه مثنى، هاي تركزون عليها. المثال الآخر هو المواطنون محبون لأرضهم، هنا عندنا جمع، هذا الجمع جمع مذكر سالم، يعني جمع ذكور، يعني جمع أولاد، هذا يسمى جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم العلامة الإعرابية هي الواو، الواو. المواطنون محبون لأرضهم، هنا عندنا المواطنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، محبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. صار واضح؟ هسه العلامة الإعرابية للمبتدأ والخبر الضمة إذا كان مفرد وإذا كان جمع مؤنث سالم، والألف إذا كان مثنى، والواو إذا كان جمع مذكر سالم. هذه العلامة العربية للمبتدأ والخبر. نقرأ هذه القاعدة الموجودة بالكتاب. المبتدأ هو اسم مرفوع، قلنا المبتدأ هو مرفوع، المبتدأ والخبر هو مرفوع، اسم مرفوع، اسم مرفوع معرفة. هنا عندنا معرفة وأخذنا موضوع المعرفة اللي هو أما يكون معرف بال أو اسم علم أو معرف بالإضافة. هنا يكون المبتدأ اسم مرفوع معرفة يقع في أول الجملة ويحتاج إلى خبر، وقلنا أن المبتدأ وحده ما يكون جملة، يحتاج إلى خبر حتى يكون جملة واضحة المعنى. الخبر هو اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة تسمى الجملة الإسمية، لأن هنا عندنا تبدأ باسم والخبر كذلك اسم، اثنيناتهم مرفوعان. هنا عندنا مثل العلم خير من المال، هنا عندنا العلم مبتدأ وخير خبر، العلامة العربية هنا شنو؟ الضمة لأنه مفرد. علامات رفع المبتدأ والخبر، لأن قلنا إحنا المبتدأ والخبر مرفوعان.
هنا العلامات الأولى هي أو الضمة، العلامة الأولى هي الضمة إذا كان المبتدأ والخبر مفرداً أو جمع مؤنث سالم. يعني إذا كان مفرد أو جمع مؤنث سالم يعني جمع إناث، تكون العلامة الإعرابية هي الضمة. مثل هنا العسل مفيد، العسل مبتدأ، هذا المبتدأ هنا عندنا اسم معرف بال يعني اسم معرفة مفرد، هنا العلامة الإعرابية الضمة. العسل مبتدأ يحتاج إلى خبر، من نقول العسل ونسكت ما نعرف شنو هذه الجملة أو شنو العسل شنو به، إجانا الخبر هنا يقول مفيد أخبرنا عن العسل، إذا صارت الجملة واضحة المعنى العسل مفيد. مفيد هنا كذلك اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. المثال الثاني العراقيات مشهورات بالكرم، هنا عندنا هذه جملة اسمية تبدأ باسم وهو اسم معرفة، هذا الاسم هو مبتدأ لأن الجملة الاسمية تبدأ مبتدأ والمبتدأ يقع في أول الجملة. يحتاج إلى خبر، هنا عرفنا أنه العراقيات شبيه مشهورات بالكرم، هنا عندنا مشهورات هي الخبر. العلامة الإعرابية هي الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية الألف، إذا كان مبتدأ والخبر مثنى، إذا كان المبتدأ والخبر مثنى فالعلامة العربية هي الألف. مثل الرافداني نهراني في العراق، هنا عندنا الرافداني مبتدأ، هذا اسم معرفة، اسم معرفة يحتاج إلى خبر، هنا عندنا من نقول الرافداني ونسكت ما نعرف الجملة، فهنا عندنا اجى الخبر نهراني، عرفنا انه الرافداني شنو نهراني، اذا النهراني هي الخبر. هنا العلامة العربية الالف لانه مثنى، هذه الكسرة قلنا هذه كسرة ما لنا علاقة بها تخص النون، الرافداني نهراني في العراقي. العلامة العربية الثالثة وهي الواو، اذا كان المبتدأ والخبر جمع مذكر سالم يعني جمع ذكور تكون العلامة العربية هي الواو. مثل المهندسون ماهرون، نعد المهندسون اسم واسم معرفة معرف بال واجت في بداية الجملة، إذن هذا مبتدأ. العلامة العربية هي الواو لأنه جمع مذكر سالم. من نقول مهندسون نسكت ما نعرف الجملة فنحتاج إلى خبر، هنا اجت ماهرون أخبرتنا عن المبتدأ، إذن ماهرون هي الخبر. المهندسون ماهرون أصبحت جملة واضحة المعنى، المهندسون ماهرون. هنا عندنا ماهرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. صار واضح؟ هذه العلامات العربية للمبتدأ والخبر. هنا عندنا مثال في الإعراب، العاملتان مخلصتان. العاملتان هنا عندنا اسم وهذا الاسم معرفة وفي بداية الجملة، إذن هذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هنا عندنا جملة ثانية، مهندسون ماهرون. المهندسون هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ماهرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. التمرين الثاني تمرين محلول، استخرج المبتدأ والخبر من الجمل التالية ثم بين علامة رفع كل منهما مع ذكر السبب. يعني هنا نطلع المبتدأ والخبر ونبين علامة الإعراب ونذكر السبب. الوطن مقدس لدينا، هنا عندنا هذه الجملة الإسمية تبدأ بالاسم وهو المبتدأ، إذن الوطن هو المبتدأ، يجي وراه منه الخبر، الخبر هو مقدس. العلامة العربية هي الضمة لأنه مفرد. ثانيا المعلمات عطوفات على التلاميذ، هنا عندنا المعلمات مبتدأ وعلامة العربية هي الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. عطوفات خبر وعلامة رفعه هي الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. المهذبون محترمون، المهذبون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هنا عندنا الواو لأنه جمع مذكر سالم. محترمون خبر علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. العالمان مبدعان، العالمان هنا عندنا المبتدأ علامة رفع الألف لأنه مثنى
مبدعاني. هنا عندنا الخبر علامة رفعه الألف لأنه مثنى. العدل أساس الملكي، هنا عندنا العدل مبتدأ وأساس الخبر وعلامة رفعهما الضمة لأنه مفرد. وهذا حل التمرين المحلول، هنا نقول المبتدأ وعلامة الرفع والسبب، والخبر وعلامة الرفع والسبب. هنا عندنا هذا التمرين الأول، استخرج المبتدأ والخبر من الجمل التالية وبين علامة رفعهما والسبب. هنا نسوي مثل هذا الجدول، مثل هذا الجدول بالتمرين المحلول. هنا عندنا هذا حل التمرين الأول، هنا نقول المبتدأ وعلامة رفعه والسبب، والخبر وعلامة رفعه والسبب. هنا عندنا الجملة الأولى، قمة الجبل مرتفعة. انتبهوا لي على هذه الجملة، قمة الجبل. هنا عندنا قمة هو مبتدأ، مبتدأ اسم معرفة. شلون اسم معرفة؟ أي نوع من المعارف؟ مضاف إلى أحد المعارف وهو الجبلي. الجبلي هنا معرفة معرف بأل، فقمة هنا إجت معرف بالإضافة، والمعرف بالإضافة هنا عندنا قمة وهو مضاف، والجبلي مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور. وش لاحظون إنه هذه الكسرة؟ إذا الجبل هنا مخبر، لا هنا مضاف إليه. القمة مبتدأ وهو مضاف، والجبلي مضاف إليه. مرتفعة هي الخبر، صار واضح؟ لأن هنا عندنا المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، فهنا عندنا الجبل كسرة، إذا هنا عندنا القمة هي اسم معرفة لأنها مضاف إلى أحد المعارف وهي الجبلي، إذا الجبل هنا مضاف إليه. فهنا الجملة عندنا قمة هي المبتدأ وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، هنا عندنا السبب لأنه مفرد، والخبر مرتفعة، مرتفعة وعلامة رفعه الضمة والسبب لأنه مفرد. النقطة الثانية، نخيل العراقي كثير. هنا كذلك نخيل اسم هنا مرفوع مضاف إلى أحد المعارف وهي العراقي، إذا العراقي هنا مضاف إليه مجرور بالكسرة. نخيل مبتدأ وكثير هي الخبر، كثير هي الخبر. هنا نقول نخيل مبتدأ وعلامة رفعه الضمة والسبب لأنه مفرد، وكثير هي الخبر وعلامة رفعه الضمة والسبب لأنه مفرد. النقطة الثالثة، كتابان مفيدان. هنا عندنا الكتابان اسم معرفة مبتدأ، ومفيدان خبر، هنا علامة رفعهما الألف لأنه مثنى. هنا عندنا المبتدأ الكتابان وعلامة رفعه الألف، السبب لأنه مثنى، والخبر مفيدان وعلامة رفعه الألف والسبب لأنه مثنى. النقطة الرابعة، الطائرات محلقات. هنا عندنا الطائرات مبتدأ وعلامة رفعه الضمة، ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وقلنا أنه جمع المؤنث سالم علامة رفعه الضمة. ومحلقات هي الخبر وعلامة رفعه الضمة والسبب لأنه جمع مؤنث سالم. المعلمون عائدون إلى مدارسهم. هنا عندنا مبتدأ المعلمون علامة رفعه الواو، ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. هنا عند السبب لأنه جمع مذكر سالم تكون علامة العربية الواو. والخبر عائدون، وهنا عندنا علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. الإرهاب عدو الشعوب. هنا عندنا الإرهاب مبتدأ وعلامة رفعه الضمة والسبب لأنه مفرد، وعدو هو الخبر وعلامة رفعه الضمة والسبب لأنه مفرد. هذا حل التمرين الأول. التمرين الثاني، ضع خبرا لكل مبتدأ فيما يلي ثم بين علامة رفعه. الناجحون فرحون. هنا نقول الناجحون مبتدأ، فرحون هي الخبر وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. الكتاب مفيد. هنا عندنا الكتاب مبتدأ، مفيد خبر، وعلامة رفعه هنا الضمة لأنه مفرد. الشجرتان مثمرتان. الشجرتان هنا مبتدأ، مثمرتان خبر، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. المعلمات مخلصات. هنا نقول مخلصات خبر، هنا نقول علامة الرفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. العاملان المجدان نشيطان، هنا نقول علامة الرفع الألف لأنه مثنى. التمرين الثالث، ضع مبتدأ مناسبا لكل خبر فيما يلي ثم بين علامة رفعه. هنا بالعكس، منطينا الخبر ويحتاج إلى مبتدأ،
هنا مفيد نقول الكتاب مفيد، الكتاب مفيد علامة رفع هنا الضمة. الطفلة نائمة هنا علامة رفع كذلك الضمة. النهران واسعان علامة رفع هنا الألف. الممرضات ساهرات في المستشفى هنا نقول علامة رفع الضمة. المعلمون مجتمعون في إدارة المدرسة هنا علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. التمرين الرابع ما يأتي، الطيار ماهر، المعلمون حريصون على التلاميذ، التلميذات نشيطات، الوالدان محترمان. هنا عندنا حل التمرين الرابع الكلمة وأعرابها. هنا الطيار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد. ماهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد. الجملة الثانية، المعلمون حريصون على التلاميذ، المعلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. حريصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. على حرف جر، التلاميذ اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. الجملة الثالثة، التلميذات نشيطات، أن التلميذات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. نشيطات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الجملة الرابعة، الوالدان محترمان، الوالدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. محترمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذا حل التمارين مبتدأ والخبر، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.